إن شاء الله راح نتكلم عن أسباب القرحة الدرس الثالث. طبعا هناك أسباب أخرى للقرحة الهضمية، منها التدخين الذي يعني يزيد من إفراز وتركيز حمض المعدة يعني فيضاعف خطر الإصابة بالقرحة، وكذلك يؤخر شفاء القرحة أثناء العلاج. المشروبات أيضا الكحولية التي قد تسبب التهيج والتآكل في جدار المعدة مسببة قرحة في المنطقة، وممكن تحصل تمزقات بسيطة وجروح وتتطور هذه القرحة وتسبب أمراض أخرى وتتراكم فيها المخلوقات الدقيقة، وأيضا ممكن تصيبها بعض الجراثيم الخطيرة في هذه المنطقة وبعض الفيروسات الخطيرة التي تتحمل حمض المعدة بسبب إفراز بعض المواد الهرمونية والحيوية فيها مثل البكتيريا الحلزونية. أيضا من الضروري استشارة الطبيب عند الإحساس بأي ألم في المعدة وفحصها فحص حقيقي وعملي عن طريق المنظار. لا يتم تخمين نوع المرض أو نتيجة علاج معين بدون يعني معرفة السبب الحقيقي من هذا المرض، عن طريق تصويرها بالمنظار. يتم إدخال مثلا منظار عن طريق الأنف أو عن طريق الفم وفحص المعدة، تصوير القرحة بشكل كامل ومساحتها وحجمها وطولها وعرضها، وأخذ عينة ومعرفة نوع من أنواع معرفة نوع يعني المخلوق الحي البكتيريا أو الطفيليات أو أي نوع من أنواع المخلوقات المسببة لهذه القرحة، ويتم أعطاء المريض علاج اللازم لهذه الحالة من مضادات حيوية معينة، لأن في أنواع من المضادات الحيوية ممكن يعني تزيد القرحة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.